صدقني تكلم في صخيختين ايه. سمعت سيكون ببطل ما فهمتش بأمارة شنو هو الأهلي قال لك لو تأهل على سان داونز ايه ولا الوداد تأهل على سان داونز ما يكونش بطل هو الأهلي متعود ايه عطيني نكمل بأمارات شنو ايه نكملوا بالوداد الكرغولي سبحان الله كيبقى كرغولي ما عمرو يتبدل وديما كيحشر انفه في شي حوايج بعاد عليه كل البعد دابا هذا الكرغولي سولوه على الحارس ديال الأهلي المصري المستوى ديالو بان ضعيف شنو عقدات كل الأسباب قال له مرة الأهلية اللي غادي تدي هاد اللقب هذا اش تقل هاد الشي هذا ربي العفو قال له ولدي وبش من صيفة وبش من كيدير شي عاجي يجي وهضر شي عليه هاد الشي زعما والوداد مالها قال له لا والأهلي متعودة تلاقوا ثلاثة الفينالات صاحبي مع بعضياتهم الوداد والأهلي تلاقوا في ثلاثة الفينالات الوداد دات جوج والأهلي دات واحد واش دخلك لهاد الحسابات هادي يسولك على الحارس جاوب على الحارس علاش زعما كتضق عليه زعما يسكت لك راه ما يسكت لكش ربي العفو وهنا دخلني الشك بقيت كنسول علاش كيلحس المصريين وما لحسش الفرقة ديالهم علاش ما يقولش راه الفرقة ديالنا هي اللي غدديه وانا بقى نتسائل مع راسي اصلا شكون هي الفرقة ديالهم اللي لعابها ما كاين حتى شي فرقه من عندهم ويلي هاد البطوله الجديده اللي داروا السوبر ليغ ما عرضوش على شي فرقه من الجزائر خداو من تونس من مصر من المغرب والجزائر مسكينه حسبوها مع السودان وموريتانيا شاف هادي ما عقلوش عليكم شاف السوبر ليغ ما عرضوش عليكم كيما القمه العربيه كيما البريكس كيما الكونفدراليه الافريقيه كيما العضويه الافريقيه كيفما هي تنظيم كاس افريقيا كيف ضعاف صاحبي ضعاف بزاف تخيل بطوله كبيره وكتقودها الفيفا وفيها جوائز ماليه كبيره صاحبي وما عقلوش عليك ما عرضوش عليك ما خداوش النادي من الدوله ديالك وخارج بوجهك احمر وكتهضر باز اخويا علاش قلت لكم راه الكرغولي غيبقى ديما كرغولي انت ما عقلوش عليك ما عرضش عليك صاحبي كيما البريكس كيما القمه العربيه كيما ديما صاحبي ديما منبودين ضعاف صاحبي حسبوكم مع موريتانيا والسودان والغريب في الامر هما جالسين كيدعاو مع غزه وعطوه الكلمه يدعى مع غزه منو دعى ما قالش كلمه واحده على غزه جهدو قال لهم وصاحبي الجزائر بغات تاخذ المباريات ديال فلسطين تبقى ديرو عندنا في البلاد وهو الفيفا ما وافقتش كيقلبوها على بصلاحتهم اللي يهزوا فيها الشعارات اليوم الحين مع الناس صاحبي قول كلمه ديال الخير الناس كتموجوش فلسطين مسكينه خصها على الكره صافي كلشي عاد هو هذاك واكله شاربه كتنعس مزيان خصها على الكره الكره كتجوف فرها للجزائر مسخيت زعما واحد العقليه عندهم راه لا اله الا الله وصافي الناس كدعم مع غزه وهو يخرج وفلسطين وبغينا ناخذ لهم يبقاو يلعبوا عندنا الكره والفيفا ما بغاتش وعلاش هذه وحرموا الجزائر صافي باش يبانوا يخرجوا الشعارات الله اكبر الجزائر تستضيف كذا خصو مع الشعارات هما ما خصهم حتى حاجه انا ما كيعجبني فيهم على المغودي كاس افريقيا 2025 قال لهم عندنا 27 حتى هي عندنا المونديال يتو عندنا في 29 كاس العالم 2030 هاد السوبر ليغ الوداد كتقاتل عليه ما تزقلوش ايوا تجلس عاد تهضر تبقى عاد تخطب بحالك بحال الرئيس ديالك وشحال مقروصين هاد الناس هادو والله العظيم منبودين ديما ما عارضنش عليهم وهما حاشرين انفهم في اي حاجه ويهضروا في اي حاجه لا اله الا محمد رسول الله خليكم مع هذا الحوار كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا الراي ديالكم في التعليقات الناس اللي مازال ما مشاركش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما مساء الخير هيكل وبذكرك لقضيه فلسطين خبر مؤسف انه بعد ما احنا كنا انفردنا بخبر انه الجزائر طرحت استضافه المنتخب الفلسطيني في الجزائر في كل منافسات القاريه الفيفا رفضت هذا المقترح هي والاتحاد الاسيوي وهذا غير مفهوم هو مفهوم باعتبار انه الفريق مطالب ان يلعب في قارته الحقيقه هو من البدايه كان نوعا ما التساؤل هذا ولكن في الاخير الامور واضحه امور قانونيه كؤوس كل منتخب مطالب ان يلعب في 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 قارته كؤوس السوبر الافريقيه والاوروبيه تلعب في قاره اسيا اي ولكن الحقيقه تصفيه كاس العالم حتى نوضحوا حتى نكونوا منطقيين على كل ايضا سعيد جدا ان يكون معنا نجم كره قدم المغربيه ونجم التحليل على قنوات الكاس الرياضيه كابتن ربيع العفوي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اخيك وضم صوتي الى صوتك وبهذه المناسبه نترحم على شهداء غزة ونتمنى أن يكونوا من أهل الجنة وكما قلت إن شاء الله فلسطين حرة عاصمتها القدس لا خير في من جادل الله ولا خير في من قتل رسوله ولا خير في من نقض العهد والميثاق مع الله أستاذ محمد البيغودي يبدو هناك إصرار على نجاح هذه البطولة يبدو الحضور القوي لشخصيات عالمية يترأسها أنفانتينو ما قاله أنفانتينو بالأساس ما قاله موتسيبي وهو يتحدث عن أهم تظاهرة إفريقية على مدى التاريخ يؤكد أنه النجاح دون شك سيكون حليف هذه البطولة والله عزيزي هيكل أولا دعني في البداية أيضا أجدد أيضا استنكاري الشديد لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني والأمة الفلسطينية من مجازر واستهداف للأطفال وأقول أيضا النصر والكرامة والعزة أيضا للفلسطينيين في هذه المحنة العظيمة
أولا أعود إلى هذه النقطة، ولا بد أيضا من إشارة إلى أمر مهم، أن ذلك حفل الافتتاح بتلك الثقافة بتلك البساطة كان رائعا جدا. صحيح. وأيضا ترجم تلك الثقافة الإفريقية والعمق الفكري للقارة الإفريقية. بالعودة إلى التظاهر وأبعادها، أنا أقول بأن إيفانتينو ومن خلال الكلمة ومن خلال حركاته أيضا ومن خلال التعبير عن سعادته، وكأنه حقق حلما فشل في تحقيقه بأوروبا، حقق حلما كان يراوده منذ أن ترأس الفيفا، وهو أن يترجم ذلك في القارات الكبرى، إلا أنه فشل في أوروبا، والأكيد أنه انتقل إلى إفريقيا التي يعتبرها أيضا حلقة ضعيفة يبسط فيها كل أفكاره ويبسط عليها كل أفكاره فترجمها بقوة. ومن ثم أنا أعتقد بأن هذه التظاهرة لا في بعدها الرياضي، أنا شخصيا أقول لا في بعدها الرياضي ولا في بعدها الاجتماعي، لن تحقق ما تطمح إليه كرة القدم العالمية. إذا كان إيفانتينو أن من أهداف الأساسية للفيفا هو تقعيد كرة القدم، هو الرفع من مستوى البنية التحتية، هو تطوير البنية التحتية، فأعتقد أن الأمر لن يتحقق بهذه التظاهرة. المستفيد الأكبر ستكون هي تلك الفرق التي شاركت، الفرق التي ستقاتل على هذه الأموال المرصودة لها، وسيكون أيضا الربح الأكبر هو إيفانتينو نفسه، لأنه ترجم حلما فشل في تحقيقه أو في ترجمته أو بسطه بأوروبا. وأنا شخصيا أقول بأن رياضيا لا وجود لأي فلسفة من هذه التظاهرة. في الحلقة قبل السابقة قلت لي أن كأس أفريقيا الأمم ستدور في المغرب سنة 2025 وأيضا 2027. لما تشاهد إيفانتينو يتحدث بتلك الكيفية في دار السلام في تنزانيا ويؤكد على استحقاق تنزانيا لتنظيم افتتاح الدوري الإفريقي ويؤكد على كأس أفريقيا 2027، تقريبا أعاد 3 أو 4 مرات كأس أفريقيا 2027 ستكون هنا، ستكون في تنزانيا، ألا ترى هذا الدعم، هذا الدعم من قبل الاتحاد الدولي من قبل الفيفا ممكن يغير المعطيات، أو أنه إيفانتينو ممكن يجمل في الصورة في الوقت الحالي ولما يجي 2027 ربي يعمل دليل؟ يعني أولا عزيزي كنت أنا أقول لك بكل صدق، أنا لم أرى رجلا يسوق لنفسه أكثر ما يسوق للاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر من إيفانتينو. حتى الضيوف الذي كانوا معه كانوا هو لتسويق لصورته وليس لتسويق للقارة الإفريقية، لأنه كان من المفروض أن تكون من كبار الضيوف في ذلك الافتتاح، هم أبناء القارة الإفريقية التي صنعوا مجد كرة القدم الإفريقية، سواء كمدربين أو كلاعبين بكرات ذهبية، طارق ديام، ماتجار، بدو الزاكي، مصطفى حاجي، وقس على ذلك من اللاعبين الكبار من مصر إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن الرجل هو في لحظة نشوة، في لحظة حقق حلما فشل فيه بالكل بأوروبا، وبالتالي أنه كان فقط يزيد. لو وقفنا عند تصريحات إيفانتينو على مستوى فقط تنظيم كأس العالم ما بين 2026 2030 و2034، أعتقد بأن الرجل يعني كثير التناقضات وكثير الدبلوماسيات، والرجل يشتغل على كل مرحلة مرحلة وينتظر ودون أن ينتظر المرحلة المقبلة. أنا شخصيا أعتقد بأن كأس أفريقيا 27 سيكون بالمغرب إن شاء الله، كما سيكون نهائي كأس العالم بالمغرب. وضعها سيد محمد المغودي وأنت أكدت على هذه النقطة في أكثر من مناسبة مباشرة، حكيت دقيقة الشناوي، دقيقة بالضبط، لأن الشناوي نقاط استفهام حول المردود الحقيقة. الشناوي 45 ثانية و15 ثانية عندما قلت ما قلت سان داونز والأهلي يمشوا النصف النهائي، والأهلي متعود أنه يمشي النصف النهائي. إيش دخل الشناوي في هذا؟ قلت 15 ثانية حبيت الكلمة أنا سان داونز والأهلي، ونظن أن الأهلي لو مشى مع سان داونز النصف النهائي الأهلي سيكون بطل. فيما يخص الشناوي، إرهاق كثرة المنافسات، الأهلي يعتمد عليه كأساسي في كل المباريات تقريبا، يلعب مع المنتخب المصري في كل مباريات كأساسي، هذا إرهاق، يجب على الشناوي أن يرتاح، لأنه إرهاق المنافسة يؤثر كذلك على العصب الذهني العصبي الحركي. الرجل أصبح الآن حتى ردة فعله أصبحت بطيئة، حتى عملية العمليات أو التحرك التكتيكي أصبح بطيء. إذن الشناوي أنا نصيحة لي مني أنه على الشناوي أن يرتاح. هناك مصطفى شوبير، يجب أن تعطى الفرصة لمصطفى شوبير، لأن الأهلي تنتظره مباريات الدوري المصري، الشامبيونز ليج، السوبر ليج، ومباريات المنتخب المصري. إذن كل ما هو ماكش اتصال مع شوبير الكبير؟ والله العظيم أنا أتشرف، أنا أتشرف بمعرفة شوبير، أنا أتشرف بمعرفة شوبير، لأنه شوبير أيقونة الحراسة في الكرة العربية. إذن أنا نقول
انه الشناوي يجب صحبة عتوقة وصحبة فرس وصحبة اكيد 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 صرباح اكيد ولكن ولكن شوبير مازال على قيد الحياة والرب يطول في عمره وانا اتشرف اللي توفى نساوه ما ننساوهش ولكن انت قلت شوبير ما قلتش عتوقة احنا نتكلم على شوبير اذا الشناوي نصيحة مني اليه انه يجب ان يرتاح مباراة او مبارتين حتى يرجع الى مستواه وتكلمت في 55 ثانية صدقني تكلمت في دقيقتين اي سمعت سيكون ببطل ما فهمتش بأمارة شنو هو الأهلي قال لك لو تأهل على سان داونز إيه ولا الوداد تتأهل على سان داونز ما يكونش بطل هو الأهلي متعود به عطينا ما فهمتش نكمل بأمارة شنو اي نكملوا بالوداد نكملوا مع الوداد وإينيمبا نكمل مع الوداد وإينيمبا ونمشي الأستاذ محمد الميغودي أستاذ محمد الميغودي هي قصيدة أنا قصيدة نمشي مباشرة الأستاذ محمد الميغودي بالنسبة للوداد وإينيمبا تشعر أن الوداد أصبحت له خبرة البطل لأنه كيف جرى المباراة يوم أمس تشعر خبرة كبيرة الوداد تعود إن صح التعبير على الأدغال الإفريقية لأنه الحقيقة الخصم لم يكن سهل بتاتا خاصة في الفترة قبل الهدف قبل ضربة الجزاء أستاذ محمد الميغودي والله عزيزي هيكل أقول لك كل الدعم أولا للوداد العائلة كل الدعم لفريق الوداد الوينرز ستكون حاضرة بقوة وعندي ثقة كبيرة في الوداد بخبرتها الإفريقية أيضا وبكل أفراد مكوناتها ولكن دعني عندي أهم في هذا في هذه الحلقة المتميزة هو أن أوجه رسالة معينة لبعض المسؤولين في كرة في الحكومة المغربية أقول لهم المغرب سينظم 25 و27 واحتمال كأس العالم للأندية 29 وكأس العالم 2030 أقول لهم كل هذه المحطات الإفريقية والعالمية من هذا المستوى العالمي وبرعاية الملكية ونحن بإعلام عموم ضعيف أقول لكم نحن نحتاج إلى نهضة إعلامية تكون في مستوى كل هذه التحديات والله المراوغة اللي عملتها بيها ما عملش كريستيانو رونالدو أنا حكيت على الوداد وإينيمبا أستاذ محمد المغودي مشى للإعلام الرياضي وضعف الإعلام الرياضي في المغرب باش يخلي يعني حتى يترك لي ربيع الحديث على الوداد الوقت اللي كان غيرته باش يزيد نعطيك تحدث أنت على الوداد ربيع حتى نختم مع طارق ومع حكيم ومع أستاذ علي ميهوب نتحدثوا على الأقل على المباريات الإياب التي تستدور يوم الغد وبعد الغد والله ثلاث نقاط كانت مهمة في هذه المباراة أعتقد بأنه أول شيء استغلال عرض الملعب بشكل جيد ثم النقطة الثانية وهو استغلال لاعبين مهمين على مستوى السرعة والمهارة اللي هما بوسفيان وكذلك اللاعب الهوني اللي صراحة كل محاولاتهم كانت فعالة وخلقت ارتباك كبير على مستوى دفاع فريق إينيمبا ثم النقطة الثالثة وهي المهمة دائما اللاعبين الذين يأتون من الخلف واللاعب العملود دائما ما يكرر هذه العملية منذ سنوات وليس فقط في هذه المباراة وبالتالي ثلاث نقاط فصراحة أعجبتني خاصة في الشوط الأول من طرف لاعبي فريق الوداد البيضاوي الشوط الثاني كان ممكن الأداء أقل شوي كان تدبير هذا ممكن ناتج عن الخبرة التي اكتسبها لاعب فريق الوداد البيضاوي في السنوات الأخيرة وبالتالي نتمنى أنها تنعكس إيجابيا إن شاء الله ويتجاوز هذا الدور في انتظار ما الذي سيتأهل من مباراة الترجي وكذلك تيبي مازان هناك تبين في الأراحة على مردود شرقي بحري من ناحية شنو؟ أنه لاعب مزعج لاعب بدنيا قوي جدا ولكن لا يسجل أهداف هو شوف هو في آخر مباراة يمكن سجل ثلاثية لكن أنا مثلا في هذه البطولة العربية لم يسجل دوري أبطال أفريقيا لم يسجل ممكن الدوري الأفريقي لم يسجل لا لكن ممكن تكون مسألة على مستوى التأقلم لأنه تعرف لما تلعب في الوداد البيضاوي ضغوطات كبيرة تلعب دائما من أجل انتصار وبالتالي هناك عامل آخر اللي هي منافسة مع المهاجمين خاصة مع السامبو وبالتالي الأكيد بأنه في بعض الشخصيات من اللاعبين هذه المسألة تنعكس بطريقة سلبية وبالتالي ليؤدي بشكل كبير لأنه إذا ما لعب أساسي يجب أن يفكر في التسجيل وإذا ما لم يسجل سيتم تغييره المباراة التي ستليها سوف لن يكون أساسي لكن أنا أتفق معك يجب أن يتطور اللاعب على مستوى مساعدة زملائه خاصة في أنه يستغل كمحطة لأن في هذه المباراة العديد من الكرات يعني ضاعت بسهولة من طرف شرق البحري كان من المفروض أن في مثل هذه السيناريوهات أنه يكون كمحطة يكون جيد يكون فعال من أجل تثبيت الكرة وانتظار زملائه من أجل استغلال الهجمة السريعة وهذه النقطة صراحة كانت غائبة وكان شكلت نقطة سلبية في شرق البحري في هذه المباراة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات مش خرجوا لي بالرأي ديالكم الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لأي واحد كده على المحتوى ديالنا كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب